يا جماعه، وصفه الكريب هاي مستحيل تفشل عندي، فاليوم راح اشوفكم شلون تسوون كريب بهذا الشكل وبطريقه كلش سهله وبسيطه. بالبدايه بمعون كبير راح اضيف بيضتين وخاشوقه كبيره زبد وكوب ونص حليب وشويونه فانيلا، وهاي سووا نفسكم ما شفتوها. المهم بخلاط يدوي راح اخلطهم زين، بعدين اضيف كوب واحد طحين وخاشوقه كبيره شكر، وبهاي الخاشوقه اللي الكل يحبها راح اضيف رشه صغيرونه ملح، واخلطهم ثاني مره بالخلاط لحد ما كل شيء يتجانس. واهم خطوه حتى ما تفشل عندي، لازم ادخلها بالثلاجه لمده 20 دقيقه تقريبا حتى يرتاح جلوتين، وهذا سر نجاحها. بعدين ضروري تكون الطاوة حامية زين وامسحها بشوية زبد، ومن اضيف الخليط اشيل الطاوة بهاي الزاوية واضيفه بهذا الشكل واوزعها على كيف لحد ما تصير نفس القرص، واكمل هاي الطريقة ويا بقية الخليط. وللتقديم اطبقها نصين واحط بها نوتيلا والفها بهذا الشكل، وحطوا فوقها الاضافات اللي تحبوها، وهاي بعد عرفتوها ما يحتاج اذكرها كل مرة. صدقون قلبي ما ينطيني اخرب هذا المنظر. المهم بالعافية.